ومعلم هذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله معلمنا الذي علمه ربه أن يستزيد من العلم وقال له وقل ربي زدني علما. نحن لازلنا نتعلم من الذي علمه وأدبه ربه سبحانه وتعالى. من المواقف العجيبة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتعامل مع صغار السن الناشئة. هناك شاب كان في بني سالم بن عوف من أرض قباء وهي جانب من جوانب المدينة المنورة، اسمه طلحة ابن البراء. هذا الشاب كان محب لرسول الله محبة عجيبة، حتى أنه والنبي صلى الله عليه وسلم مرة في ديار قومه في قباء جاء يمشي وراء رسول الله فيضع قدمه حيث النبي يضع قدمه فيمشي وراءه، فالتفت إليه فقال ما تصنع؟ قال أضع قدمي حيث تضع قدمك يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تحبني؟ قال أحبك يا رسول الله. قال تطيعني؟ قال أطيعك يا رسول الله. قال له فاذهب فاقتل أباك. فذهب الرجل الشاب يجري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال 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 تعال. فلم أبعث بقطيعة الرحم، إنما بعثت بوصل الرحم. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا الشاب الذي عنده هذا الحب والتعلق وهذه الطاعة العجيبة؟ فصار دائما إذا جاء إلى قباء هذا الشاب الصغير الذي ربما كان أقرب إلى سن الصبا كان يلتصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرت الأيام فمرض، فجاء رسول الله يعوده. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام الإمام الكبير يأتي ليزور صبيا بسيطا يحبه، فجاء إلى قباء يزور هذا الشاب، فلما رآه وخرج قال لأهله إني أرى الموت يسارع إلى طلحة، فإذا حدث أمر الله فآذنوني، يعني يخبروني. وذهب طلحة، هذا الشاب أحس بأنه سيموت، قال لوالده وأمه يا أبي يا أمي إذا أنا مت فلا تخبروا رسول الله، اغسلوني وصلوا علي وادفنوني. قالوا لما؟ أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لكنكم إن أخبرتموه فإنه سيأتي بليل وأنا أخاف عليه من اليهود ومن المنافقين أن يفعلوا به شيئا بالليل، فأنا أريد سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا؟ فلما مات فعلوا ما وصى به، فلما أصبحوا جاء الخبر إلى رسول الله فجاء مسرعا، قال هل لا آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله هو طلب ذلك. فعجب رسول الله من هذا الحب وجاء إلى قبر طلحة فصلى عليه على قبره. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أشياء عجيبة في هذا. الأول أنه كيف يزور الصبي الصغير. الثاني أنه نبهنا إلى أن الأحداث في السن، الشاب الصغير عنده اندفاع رهيب، فربما إذا وجه بسبب حبه للدين إلى باطل ربما توجه إذا لم نتنبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه أنه لا يدعو إلى مصائب كما يفعل بعض الناس اليوم، يضحكون على الصبيان من يحبون الإسلام ليرموا بهم يفجروا أنفسهم، بل علمه قال ما بعثت لقطيعة الرحم ولا لقتل الناس. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قابل الحب بحب، قابل الوداد بوداد، هكذا هو مع أمتي إلى يوم القيامة. حتى نحن اليوم لو أحببناه لابد أننا سنجد منه حبا، وسنجد ذلك في الدنيا وفي البرزخ وفي شفاعته الكبرى يوم القيامة إن شاء الله. لازلنا نتعلم من رسول الله ونشرب من شراب حبه، ولا زالت الأمة بخير ما دامت تتعلم وتهتدي بهدي هذا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عظات وعبر جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمة و
ومعلم هذا الحبيب المصطفى.